اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ معكم كاتيا. شو عاملين؟ شو مسويين؟ اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. نحن بهذا الفيديو بدنا ندلكم كيف نصور صور فوتوغرافية فلكية بتكون ضعيف الإنارة فيها، يعني بدك كيف بدي أقول، يعني على قد قدر التليفون. كمان احنا عم نستعمل التليفون هون، اوكي. فاللي بصير، انا حاولت صور المشتري بعض الشغلات، يعني الاقمار ما كانوش كتير مبينين معي، فعم نحاول كيف نخلي الصورة تكون انه تبين وبتلاحق صور، لانه الفيديو ما كان مساعد. اوكي، فكنا نعمل تلاحق صور. هلا شو اللي عملته على التليفون؟ عندي تليفوني مشكل كمان، هو من التليفونات الضعيف، السنسورات او الحساس تبع الصورة، حساس الضوء تبع الصورة كتير ضعيف، مش مثل ما بيجي بتليفونات السامسونج. انا تليفوني مش سامسونج، تليفوني يوليفون ارمور 2، لو انه صيني هو منيح للشغل كتير منيح، بس القصة انه هذا مش مصمم اصلا، يعني مش مصمم غير للشغل والدعك، منه مصمم والموديل تبع منه مصمم يعني للتصوير يعني الفني وهيك، مثل ما بصير بتليفونات سامسونج. انا تليفون سامسونج بيجي معاه سنسور صيني، وسنسور صيني من احسن السنسورات، من احسن الحساسات للصور. اوكي، مصنع من شركة صيني. هلا اللي بيجي عندنا هو انه التليفون هذا هو موديله يوليفون ارمور 2. اوكي، وهذا صار اصلا مثل ما حكيت للشغل والدعك وهيك اشياء. اوكي، واللي هن صايرين مثل تليفونات الكاتربيلر يعني، تمام. هلا كيف اقدر اصور عليه المشتري بحيث انه بين الاقمار مظبوط؟ اوكي، وانه المشكله كمان معي انه مرات الاقمار بتبين، مرات الاقمار ما بتبينش. اوكي، فكيف بدك تصيب الاقمار؟ اوكي، والفيديو كمان ما عم ببين عليه، لانه على الفيديو يعني ما بيلقطش كل الاناره اللي جاي او السطوع اللي جاي من المشتري. اوكي، طيب وانا راح احط في اخر الفيديو تلاحق صور، فاجيكم الصور اللي صورناها وندمج هذا الكلام اللي عم نعمله احنا، لانه عم يجي بفيديو لحال، رح ندمجهم كلهم بفيديو واحد تشوفوهم بالاخر. هلا اللي شايفينه هون على موقع البلاي ستور هو يعني مش السر، هذا احد التطبيقات اللي هو شغلتهم كاميرا ومشهور كتير، هذا اوبن كاميرا، برنامج مفتوح المصدر. هلا انت عليك تجيب اي برنامج مثل الاوبن كاميرا، بسرد لك كل تفاصيل الكاميرات اللي عندك، اللي قدام واللي ورا بالتليفون، تمام. هلا اللي بصير عندنا هون انه انت بدك تختار الاعدادات التاليه. رابط التطبيق راح احط لكم اياه للي حابب نزله، بس المهم انت نزل البرنامج اللي بيعجبك، بس بيعمل هذا، نعمل هاي الفكره. اوكي، طيب فبننزل هون، عندي حطيت صور من التطبيق، صور شكل التطبيق صورناها. اوكي، هياها. هلا اول شيء شو بتعمل؟ بتحط التلسكوب عندك، بتحط تعلق التليفون طبعا على التلسكوب. اوكي، بس كمان بالبرنامج شو بتعمل بالتليفون؟ اول شيء بتطفي الفلاش، ما تخليهاش الكاميرا تعمل فلاش، لانه اذا عملت فلاش بكون الضوء القوي تبع الفلاش بغطي على ضوء هذا، ضوء اللي جاي من الصوره من المشتري. اوكي، انت بدك الاناره اللي جاي من المشتري. اوكي، هاي شغله. شغله ثانيه، بنحط بنعلي الريزولوشن هون تحت، شايف؟ بنعليها على قد ما فينا. اوكي، على الاخر ناخذ صوره كبيره مش مشكله. وبعدين عندي هون الكاميرا، بحطها على كاميرا التليفون، بحطها على لوكت فوكس، ما بتحطها على اوتو فوكس. الاي يعني اوتو فوكس، يعني فوكس اوتوماتيك تلقائي، هو لحاله بفوكس الصوره. لا، ما بدنا، بتحط التليفون على الافل، يعني عندك لوكت فوكس، ما تخلي هو يلعب بالتحديق. اوكي، خلص كيف ما هي تخليها، وبتخلي التلسكوب هو انت بايدك بتحدق لتطلع الصوره معه. هيك بنصور فلكيا، هاي من احد الشروط. اوكي، ما تخليش التليفون هو او حتى الكاميرا الدي اس ال ار اللي معك، لا تخليها تفوكس من حالها، غلط، تمام. انت بتفوكسها بعينك كيف ما طالع، تمام. مشان هيك بتثبت التحديق تبع الفوكس، يعني التحديق تبع التليفون، ومنه بالتلسكوب حيثبت، بس تحرك انت الفوكسر تنزل، تمام. طيب هلا بنيجي بعدين، ثاني شغله بنعملها. اوكي،
اوكي، وهذه القائمه حتلاقيها لما تكبس على الثلاث نقط. وبعدنا نحن مكملين بالشرح بالصوره الثانيه على الثلاث نقط، وكمان بالثلاث نقط في محطوط هاي القائمه انه هون معناها الفلاش مطفي، الاكس عليها شاط الفلاش، هذه الصاعقه معناها انه مفيش فلاش. طيب بالاعدادات كمان شو بتجي تعمل؟ بتحط انه التايمر يعني اذا حبيت، هي اذا حبيت مش اجباريه، بتحط انت الجسم المشتري او اي جسم يكون شوي نازل على النص، اوكي، بتحط تايمر شيء ثاني او ثانيتين انه لحبين ما تبلش الصوره. بيكون تلسكوبك اذا بهز مثلا بس تتفلته ممكن يهز، يعني بعد ما تثبته وتظبطه بيهز شوي، فانت بتعطي هالفتره بس انه شو يهدى التليفون، يهدى التلسكوب. طبعا التليفون بيكون معلق على التلسكوب وممكن يهز يمين شمال اذا كان التلسكوب كاسر، اوكي، او فوق تحت مثل التلسكوب النيوتوني، اوكي، او الدبسوني، حيهزوا معك، عرفت كيف؟ فانت عشان ما يهزوا معك، اوكي، هيك لكن شو شغله عشان تنطرك شوي، تعطيه ثاني ثانيتين على بال ما انه يهدى التلسكوب من الهز. طبعا هو بتعرف تلسكوب كبير وطويل بيعمل هالعزم فيه، تمام. هلا اللي تاني شيء شو بتعمل؟ هاي مطرح 2 اكس تحت التايمر، اوكي، هاي بتخلي ال يعني ياخذ مثلا شيء 20 صوره ورا بعض، اوكي. فانت بس تعمل هيك بصير هو يعني مرات الاقمار تبع المشتري ما بيطلع معه، فبتخليهم يطلع. هو بصير كيف بيطلعوا؟ انه باللحظه اللي بتاخذ الصوره فيها حتى هذا انه بيكون كمش الصوره عالي ريزولوشن، معلي كل شيء. مثل ما حكينا الفيديو ما بيجيب لك هالدقه هاي، اللي حيجيب لك ان بالعالي بالعالي هي الكاميرا الثابته، الصور الثابته. فمشان هيك بتحط لاحق صور ورا بعض، وبعدين لو بدك بتعمل انت فيديو فيهم بقلب برنامج تحرير صور، اوكي، تحرير فيديوهات، صور تحرير فيديوهات، تمام. فهون انا حاطط انه صورتين ورا بعض، اوكي. هلا انت بدك تزيدها طبعا حتى تاخذ كميه كبيره، اوكي، بعدين تاخذ الصور اللي بتناسبك وبتحطهم ورا بعض. هلا طبعا لو في اطشاط بالنقله بين بالمشتري ومطرح المطرح اللي انا عم بتحرك، اوكي، وانت معلي كمان طبعا كمان بنصحكم ما تعلوا كثير الزوم، مش ضروري، اوكي، تعليش الزوم كثير على 25 ميلي بالعدسه العينيه كثير منيح، تمام. احنا حنصور من العدسه العينيه، ما راح نصور والله باستعمال التلسكوب مباشره، اوكي، يعني مش مثل كاميرا دي اس ار، فيك تفك الكاميرا، فيك تفك العدسه وتحط الكاميرا هي مباشره وتفك عدسه الكاميرا كمان، تمام. بعدين يعني اللي طالع على العدسه هو اللي راح نصوره، اوكي. ثاني شيء بعدين الشيء اللي بدك تعمله واللي هو كمان من الاشياء المهمه، مطرح هون هي شفته صارت حمراء، هذه الكونتراست او الاكسبوجر، قديش قدره الكاميرا على شفط الضوء، اوكي. انت شو بتعمل؟ هلا هون انا محطوط بين 100 200 400 1600، انا بعليها هاي على الاخر، هي اصلا اول ما تبلش فيها بكون بحد ال 100، المفروض في كلمه اوتو هون انه اوتوماتيك هو بظبط الاكسبوجر، اوكي. لا انت حطها 1600 وعلي الاكسبوجر بالشريط اللي تحت كمان. ال 1600 هاي مش العلاقه بالتعرض بقرر، ما هي العلاقه بزياده النويز، بزياده انه قديش الحركه على الكاميرا، اوكي، من الضوء، تمام. فانت عليها بس ما عليك، هيك بتصير بس عليها على الاخر، انت بتجبر الكاميرا دائما تاخذ تفتح تم على الاخر بشفط الضوء، اوكي، بتعليها على الاخر شو ما كان تليفونك، تمام. وبعدين شو في بعد، اوكي، بنرجع هيك على الاول. فاذا هدول هن الصور، هيك بتعمل. طبعا تنساش بعدين مضطر تعلي الزوم شوي هون بقلب التليفون عشان الصوره يقدر يكمشها التليفون، كيف بتظبطها هاي، بتقعد تعدل شوي التليفون لحد ما تزبط معك، اوكي. هلا نحن حتى شو اسمه فاجيكم كيف بنصور، بس يعني للي ما بيعرف بس حابب يتفرج بس، اوكي. بستعمل هاي القطعه سيلستون معلق التليفونات عليها، وفي كثير ثلاث طرق بس هي احسن شيء. سيلستون اكس واي زد، اوكي، هاي اذا بدكم صورتها هياها، اوكي، شايف كيف بيعلقها تحت هون، تمام، هياها بعلق التليفون هون، وهي الها زي مفاتيح على جنبها، هي مثلا مثل هاي الصوره هون، هذا مفتاح خليها تقدم وترجع، اوكي. وبقلبها كمان من تحت في لها مفاتيح، هي اذا بتحسوها من ورا هون، اوكي، بتخليها تتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، الجهات الثلاثة كلهم، عرفت شو؟ فهاي هي الطريقة.
وهاي هون مطرح الفتحة بالنص الكبيرة، هاي عشان مع البرغ ال شو اسمه نحاسب اللون النحاسي هون، انه هي بتكمش هاي العدسة بتكون مثلا هون اوكي، بتكمش عليها كمش يعني زي ما بعمل بايدي، فالبرغ بثبت الملقط من فوق يعني. اللي بده يدور عليها بقناتنا بلكي بلاقي لكم رابط شرح عنها كمان، فرجيكم اياها كمان، حط لكم رابط معها تمام. وهذا هو تمام. هلا بالمقطع اللاحق هلا مع بهذا الفيديو راح تشوفوا كيف نحن عملنا هذا طلح الصور اوكي، وشكرا على المتابعه اوكي. كل حبشت قناه اليوتيوب من لايك من سبسكرايب كل شيء، رجاء ركبوها. سلام، باي.